الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون عباد الله، أدلة من الكتاب والسنة تصرح بأن سعادة العبد تصرح بأنه لا سعادة للعبد أبدا في الدنيا والآخرة إلا بصلاح قلبه، إلا بطهارة قلبه، وهل أعدت الجنة إلا للقلوب الطاهرة. ولذلك يجب على العاقل أن يعمل ليلاً ونهاراً على طهارة قلبه وعلى إصلاح قلبه. ومن أعظم وسائل إصلاح القلوب حب المساجد. أيها المسلمون عباد الله، أدل بذن وإلهي كتاب كيسا كمذا يسنة رسولك عليه الصلاة والسلام أيا وحي عديسي سعادة يا ريرين تأدونكو إن أنا ولقي هلين هدي قلبي سؤال عافي ما تقبين وحاني كحر انتهي سعادة يا قوشو قلبي سو عافي ما تقبى ميا تشنظ بعيدك لو دياري وحلو دياري دتك قلوب تودو أي داهر كتهي سيداوي قفك عاقلك عقلك بضن هبين يا مالين بوح واجب كواه إنو عرر سدو قلبك سو داهر لها وحيابها قلوب تنظيفية وناجية كوا وقواوي وحاكم ذا مساجد ذا إلهي الله تعالى. أيها المسلمون عباد الله، وحين هذا الكائن لنهي وقتي الزمن إن بضنا مسلمين تكمذي أنا يا قونين مساجد ذا بشر بدان موياني إن كلام مسلمين تكمدين ما لنت جمعون أي مادان وحاكمد نقضي مسلمين تا إلا إنو كان دون قارا ولقود مساجد كإلهي سوغلين الله كان يسعينو قتكنو. أيها المسلمون عباد الله، مساجد ذا الله تعالى ذا مساجد ذو وحي كمدين على مدى هواوين يا شعائر تا إسلام ككوة وغواوين أي مضنتها إلا وينيو وين أنت لوينين يا شعائر تا إلهينا وحي كتمدي قلوب الله إله قلوب إلهي سبحانه وتعالى كبقنيسة أيمبا وينين سا شعائر تا إلهي وين أنت وينين إن الله كعبس بينك هلينا. أيها المسلمون عباد الله، مساجد ذا إلهي أوينو تعلانو أوينو عمرنو وحي كينيسا مسلمين تويني قوليستان
waxay keenaysaa muslimiintu quluubtoodu inay isku soo dumbato. Halkay nooga imanaysaa guul haddaynu masaajidadii ilaahay aynu ka tagnay? Halkaynuse ka helaynaa quluubteennu inay isku duubnaato haddaynu masaajidadii aynu ka baxnay oo aynu u qaybsannay kooxo iyo axsaab? Ma guul baa inoo imanaysaa? أيها المسلمون عباد الله، مساجد وقريها إله سبحانه وتعالى، وأنا أرمها كوى وقوى وين قلوبتو أي كوها قاكتو، ويوح ليها رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تضرب كميد بني آدمك ayaa ilaahay u hadhaynaya maalinta qiyaamee har jirin harkiisa mooyaane. Waxaa ka mid a toddobadaas oo rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam, wa rajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid, nin laga laalaadiyey qalbigiisa oo lagu xidhay masaajidada ilaahay subxaanahu wa tacaala. Micnaheedu waxay tahay masaajidka ayuu jeclaaday, dabadeetana qalbigiisii baa hagaagay. Qalbigiisu markuu hagaagayna wuxuu salaadihii ku ilaaliyey jamcii masaajidada, jumcihii wuxuu ku ilaaliyey masaajidada, cilmigii wuxuu u doontay masaajidada, qur-aanka wuxuu ku akhriyayaa masaajidada ilaahay. Deganaashihiisa, farxaddiisa, guushiisa iyo sacaadadiisu waxay ku xidhan tahay masaajidka ilaahay. Haddii uu masaajidka ka baxo, waxa uu jeclaanayaa si degdeg ah inuu masaajidka ilaahay uu ku noqdo. Marka muaddu ku eedaamo ama inta aanu eedaaminba ka hor, masaajidka ayuu ku sii jiraa. Wuxuu uga baxaa waa baahi yar, adduunyadiisa markuu soo dhammaystana si degdeg ah ayuu masaajidka ugu soo noqonayaa. liannahu qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid, waayo qalbigiisa yahay masaajidada ilaahay subxaanahu wa tacaala. kayfa laa yaa cibaad allah, sidee baanu qalbigiisu masaajidka ilaahay ugu xidhnaanayn iyadoo uu leeyahay nabiyuna wa xabiibuna muxammedin sala allahu calayhi wasalam, man tawadaa fii beyti faaxsana alwuduua thuma ata almasjid fahuwa zaayiru llah wa xaqun cala almazuuri an yukrima azaayir. Wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, qofka ka soo waysaysta gurigiisa dabadeetana soo hagaajiya waysada yimaada masaajidka waa mid ilaaha boqorkaa soo booqday. Ka la soo booqday waa Allah, cidda soo booqatay waa addoonkiisii. Wuxuu mudan yahay cidda la soo booqday, cidda soo booqatay inuu karaameeyo. Allahu akbar. أيها العبد المسلم ميادة عدة بغتة عدة كرامين إيسا، فما تظن يا عبد الله كرم الله لك؟ إلهي سبحانه وتعالى كرامين توك كرامين يا محاد مالين إيسا، يا إله بقر كاد مرتون نقطي وكرم لا يعلمه إلا الله. إله بقر كايم باقرنيا. أيها العبد المسلم وعاكلوا رسوله عليه الصلاة والسلام، ما توضن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى عليه إلا إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. ورسوله عليه الصلاة والسلام badiyo masaajidka joogidiisa qof ka mid a dadka oo uma badiyo salaadiyo inuu ilaahay ku dhexuso ilaa ilaaha boqorkaabaa ku farxa. Farxidda alle waa mid weyn. walilaahi almathalu alacla, se tusaale aynu fahmayno ayaa layna siiyey sida marka uu yimaada ay ugu farxaan, si ka weyn baa ilaahay addoonkiisa ugu farxaya. Allahu akbar. أيها العبد المسلم ورسولك لي عليه الصلاة والسلام، إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم،
وإن كانوا في حاجة أعانوهم ورسولك لي عليه الصلاة والسلام وحاكمدة مساجدة وحايشان دد تيرك مساجدك كم النغضي سيد إلهي قريقي سوق نحجره وملائكة إلهي أي لفريسة نيسو هدي أي مقنادان أي ملائكة الرادي نيسو هدي أي حنوصدان ملائكة إلهي أي بوقا نيسو هدي أي باهي وبحان الله سوء كالمين أيو الله أكبر أيها العبد المسلم مياد كم تايدد كم ساجد دا تيرر كيسا كم بوقا نيسو مركي حنوصدان الرادي نيسو مركي اللواي إلهي سبحانه وتعالى وحينا تلمامي ددك مساجد دد قلوب تود ويكحنا تيكويهين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أيها العبد المسلم ددك إلهي قريقي سعامرا إلهي وحوشاقين الرقرقان مضاد ايترتايهين رقان يأديو مشغول وشرنك مساجدك كسار وحكو كلف يا نايتهي عبسي إلهي سبحانه وتعالى كبقيا أبا المرين تود إلهي بكليهين أرزاقيا رزقا حد لهين أيها العبد المسلم ددك قلوب تود وأي نظيفت نقطي أي قلوب تود وأي بدك قبته أي كبت قبته أمراض الشهوات والشبهات قلوب تود مساجد دي كحر ناظر كمي حنانين الدوية دير التقيسة وايو وحيو قايل المساجد بيوت الله إن المساجد دويهين قريها إلهي سبحانه وتعالى وأن المساجد لله وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الله أكبر وحيوغا ينمسا جدد إليهم قلها إله سبحانه وتعالى ويمسا جدد تال السكينة حسلوني الراحو وحاكو كلفي قلوب توضي إليكو حدنا ذان مساجد ذا وحاكم ذا لأن المساجد أحب بقاع الأرض إلى الله مساجد تعليا هاي سداو قلوب توضي مركا يعافي ما تغبتي وحاكو لدى ذالين برتو ألا تعليا هاي قلبي قودين إيقيان قال رجل يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله نبوي مد رسولك عليه الصلاة والسلام وعانوا لي هاي دلك إلهي هل كوت علي هاي دلك إلهي هل كوسو النعب هاي قال صلى الله عليه وسلم لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام اسمع يا أخ المسلم ورسولك لي عليه الصلاة والسلام قرن مايو إلا أن جبريل ويدين أيه وعماش أين وقتر تفايد وين عند كدير أني صفت وذا مركز وعلاها اللي ويدين ها وقادان أما كوا كحشان يا قرن مايو إن الرسول رب العالمين ليه لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام مركز رسولك وعري قرن مايو إلا جبريل ويدين فاتاه جبريل جبريل باوي مدي ورسولك وقور رمي عليه الصلاة والسلام أن أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق برت إلهي دلكي سوچ علي هيوان مساجد دد إلهي
برتو إلهي دلكي سو النعم يا هيوا سغيضا يا أمة الإسلام أين سؤال يسوى الدين سؤال شو قمهم سوى حيتهاي هل كينو بضنهاي هل كسر لغا هلا أخل إيمان ما برتو ألا أتعل يا هيبا إنو بضنهاي نعمرنا ليل نهار ووقتي جاينا وقبضنا إنو كقاذنا مسا وقتي جاينا وقبضا وحينو كقاذنا دلكي إلهي برتو النعم يا هي أيها المسلمون عباد الله أين قلوبتنا وغدقنا وغدقنا أين حرنا وأين برنا فريستك قريها إلهي سبحانه وتعالى وحاكو كلفي تري ددك أخيارتا إقل بيقودة كلا لا دي مساجد دا إلهي وحيو قاين المساجد هي بيوت المؤمنين المتقين إني تهي ميلها اللقاه إلي عمران ددك مؤمنين تالله يقانك إلهي سبحانه وتعالى كبقه قال رب العزة وهو أصدق القائلين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قريها إلهي وحا عمرا ددك إلهي الرميي مال انت دنبه سلا دوغي الزكاة بحينيا الله بقر كاونك بقنيا كواس وحي مديهن اللوينين وهنونين وقال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن ورسولك لي عليه الصلاة والسلام مساجدك وقرق لغهره قفك استو مؤمنة وقال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي مساجدك وقرق لغهره قفك استو إله سبحانه وتعالى كبقى أيها العبد المسلم وحاكوك اللي في تير المساجد ده إلهينا تعلاذان وقلوب تقول ناتي لأن خير الدنيا والآخرة في المساجد خير كالدنيا يك آخرة ووحو كتر مساجد ده إلهي مساجد ده أنا الله بهما ده قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح وحو رسولك لي عليه الصلاة والسلام قفك مساجدك برقضتك إقليك هورتك إياك وقلب عراببا لبضب مرتقات با إلهي جندا وقود دياري الله أكبر عدك مرتقات سواء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وحدثك قاريس أخ الإيمان مساجد دا إلهي وأدرورتنا تكته قلن دمناد وقلب عرابضه وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ورسولك لي عليه الصلاة والسلام إساقو صحابة صلى الله يا خطابك إنك روائنا قوة جهيه ما يدي شيئا شيئا ديات سميسان إلهي دنبيا دينا وكترتنا يوكو بابينا يو درجاتنا كر ليدي يوكو قاضي أما حينو قباهي بدن صحابة الرسول كنوشيك بيرا هدن عليه الصلاة والسلام ورسولك تلمامي وقتك قبو قوة صدى الله حير ديراضو يا عقت الله بديا مساجد هذا يا صلاة أو صلاة لقصوا إن الدم بدا في درجاتها أيها العبد المسلم مقصود كي يتجدد إن وسعنا وكثرة الخضاء إلى المساجد وعقت الله بديا لنا مساجد هذا لا إلى الأسواق ما هالسوق يدي مقاحية هي مرفشك وقال صلى الله عليه وسلم إصباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا ورسولك لي عليه الصلاة والسلام حديث كان كله وإن المقصود كذا كقادرين لقت الله قد 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 نعم ساجد
waxay ka mid tahay waxyaabaha dunuubta addoonka lagaga maydho. Idan arrimaha iyo axaadiistaas waa inay kuugu kiciyaan ayuhal cabdulmuslim inaad naftaada uga dhaqandhigto masaajidka oo qalbigaaga aad ka laalaadiso. quluubtoodu markay hagaagtay dadka akhyaartay masaajidada ay ku xidhaan waxay keentay inay quluubtoodu ay u degdegto inay masaajidada ilaahay dhisaan oo ilaahay dartii ay u dhisaan. qaala sala allahu calayhi wasalam, man banaa lilaahi masjidan laa yuriidu bihi riyaan walaa sumca bana allahu lahu baytan fi ljanna. qofka ilaahay masaajidkiisa masaajidada ka mida qofka dhisa isagoon doonayn iyo arkaya ima oqlatoona, ilaahay jannada ayuu uga dhisaa guri. waajibka u yaalla wuxuu yahay dadka aqniyada ilaahay maalka uu siiyey inay u degdegaan maalkooda inay gashadaan se u dhisan lahaayeen guryaha jannada aakhiro oo ay maalkooda ugu sii bixin lahaayeen. qofka kelmaddiisa ku darsanaya iyo qofka shilinkiisa ku bixinaya intuba nicmada intaa leeg ka qadimaayaan. calayka bilmusaaracati ila alkhayraati ya cabdalmuslim, u degdeg khayrka. waxaa kaloo markuu quluubtoodu ay hagaagtay ay u degdegtay, mar hadday masaajidadii dhiseen waxay u degdegtay jamaca inay ku ilaaliyaan masaajidada. salaata waatu zakaata warkacuu maca araakiciin, salaada oogoo zakada bixiya oo inta rabbi u rukuucaysa ka mid noqda. waxa u yimidee rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabi indhala, markaasaa wuxuu rasuulka ka doonayaa inuu fasaxu siiyo, inuu gurigiisa ku tukado. rasuulku su-aal buu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, hal tasmacu nidaa'a bisalaa, war salaada eedaankeeda ma maqashaa? faqaala nacam, qaala faajib, haddiise eedaanka aad maqashayba kaalay masaajidka, buu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. yaa muslim, waa nin indhoola oo indhala, adigoo ilaahay lixdaadii lixaad kuu dhammaystiray kuuma habboona inaad guriga ku tukato adan wax cudurdaara aan haysan. waxaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, man samica annidaa falam yujib falaa salaata lahu ilaa min cudirin, qofka maqlaya eedaanka ayaan ajiibin, salaad ma leh haddaanu cudurdaar haysan.